大家好، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور ياسمين علاء، دكتور اللغة الصينية. النهاردة الدرس بتاعنا هيكون عن ازاي اسأل عن عمر اللي قدامي. انا خدت ازاي ارحب، ازاي اسأل عن الاسم، ازاي اسأل عن افراد الاسرة، عشان نقدر نكمل الكونفرسيشن بتاعتنا والحوار بتاعنا مع اي حد صيني. لازم كمان اتعلم ازاي اسأل عن عمره. سهل جدا اني اسأل عن عمر حد، بس الفكرة اني لازم اعرف او اتعلم ان انا باختلاف سن اللي قدامي طريقة السؤال بتتغير. يعني لو قدامي سنه صغير جدا، اقل من 10 سنين، بسأله بطريقة. لو قدامي في سن الطبيعي لغاية 50 سنة، بسأله بطريقة. لو كبير أكبر من 60 وطالع، بسأله بطريقة فيها احترام أكتر. هنتعلم ده النهاردة، وهنتعلم إزاي أسأل كل فئة عمرية بالطريقة الصح. عندنا 3 كوان، هنشوفهم مع بعض. خلينا نشوف أول كوان بتاعنا. ليلي ني دوا دا ني دوا دا، وهو دي الطريقة اللي بسأل فيها، دي الدرجة اللي بسأل فيها عن العمر. زي how old are you، كم عمرك. ني دوا دا literally كده، كل كلمة لوحدها. ني أنت، دوا how أو كم، كيف، دا كبير، وبتيجي هنا معنا عدد السن، يعني عدد السنين. ليلي ني دوا دا و أرشسان سوي 23 سوي. لحد ما نعرف ازاي بكون الارقام باللغة الصينية، ممكن عادي اقولها 23 ارقام برضو درجة انها تكون بالانجلش. و 23 سوي و أرشسان سوي أرشسان سوي. زي ما برضو كنت بسأل نيدياو شو منز وجاوب باسمي وادياو ليلي، والشخص التاني كان بيسأل يقول هو كمان وادياو ايه، هنا برضو ممكن اقول، هنا قالت ليلي، قالت وا أرش سان سوي 23 سنة. الشخص التاني ممكن يرد وا أرش تي سوي 27 سنة. لي تيان ني دو دا لي تيان ني دو دا، كم عمرك. و سانش سوي سانش سوي نينا نينا نينا، وماذا عنك. نينا وماذا عنك. و أرشو سوي أرشو سوي 25 سنة. ناي 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 ناي، دي زي ما احنا خدنا قبل كده هي الجدة. الجدة نن، طبعا نن عشان الاحترام. دو دا زي ما احنا قلنا قبل كده، بس هنا بقى بزود كلمة سوي شو. سوي شو سوي شو عشان تدل على ان انا بكلم حد اكبر مني بكتير او فوق 60. فالاحترام لازم اقول نن دو دا سوي شو نن دو دا سوي شو دو دا سوي شو دو دا سوي شو. والإجابة بتكون عادي جدا وا ليو شو آر سوي ليو شو آر سوي. خلينا نقرأ الكوان كمان مرة مع بعض. ليلي ني دو دا و أرش سان سوي و أرش تي سوي. لي تيان ني دو دا و سانش سوي نينا و أرش وو سوي. ناي ناي نين دو دا سوي شو نين دو دا سوي شو و ليو شو آر سوي
while you should are sway. المفردات عندي النهاردة مش كتير، هما تلاتة بالظبط جداد. دا بتيجي بمعنى big أو كبير، sway اللي هي ال years of age السنين العمر، sway شو الرقم بتاع السن للناس الكبير فوق 60، يبقى دا كبير، sway years of age سنين العمر، sway شو رقم العمر للناس الكبيرة فوق 60 سنة. عندي كمان النهاردة الأرقام. الأرقام في الصيني سهلة جدا مش صعبة، وطبعا زي ما احنا متعودين في آخر كل درس هلاقي الورقة اللي أنا بذاكر منها الرموز بتكتب ازاي. عندنا رقم واحد يعني E، E اتنين، R، R تلاتة، سان، سان أربعة، س، س خمسة، وو، وو ستة، ليو، ليو سبعة، تي، تي تمانية، با، با تسعة، ديو، ديو عشرة، ش، ش. هقول الأرقام كام مرة. الأشكال اللي احنا شايفينها دي اللي بتتعمل بالفينجر بتاعت الإيد دي بتتعمل برضو عشان أوضح الرقم، يعني ستة بعملها كده، من واحد لخمسة ده العادي كلنا بنعمل كده، ستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة دي طرق بعملها بإيدي عشان أوضح الرقم. يبقى E R اتنين، سان تلاتة، س أربعة، وو خمسة، ليو ستة، تي سبعة، با تمانية، ديو تسعة، ش عشرة، ش عشرة. اي ار سان س و ليو تي با ديو ش. اليوفا النهاردة عندي درس الجرامر بتاعي ان انا ازاي اسأل على سن حد، والفرق في الاعمار بيختلف في طريقة السؤال. خلينا نشوف. لما اسأل عن حد ادلت، حد كبير انف، او خلينا نقول من 11 سنة وطالع لغاية 50، 50 وي كمان. ني دوا دا، ني دوا دا literally كده معناها انت كم كبير، بمعناها بمعنى كم عمرك. والاجابه بتكون وا سانش اي سوي 31 سوي 31 سوي. عشان أسأل حد كبير في العمر 60 سنة بجي أسأل بنن، طبعا نن عشان الاحترام، دوا دا سوي شو، سوي شو لازم أحط نن كاحترام وسوي شو في الآخر، نن في الأول وسوي شو في الآخر. وهو بيجاوب عادي بطريقة الإجابة الطبيعية و ليوشي سوي، ليوشي سوي. يبقى لما حد سنه عادي بسأل بني دوا دا، ني دوا دا حد عمره كبير، حد
كبير في السن، بسأل بنين للاحترام، دو دا، وفي الآخر بحط سوي شو سوي شو. طيب دو أنا ممكن أحط بعديها أي صفة عشان أكون سؤال. في الدرس بتاعنا خدنا دو دا عشان أسأل عن سن حد، لكن ممكن أستخدم دو مع أي صفة تانية عشان أكون أسئلة. لو قلت دو جاو يبقى how tall، طولك قد إيه. دو دي how short، قصير قد إيه. لما بتوصف مثلا شورت بتاع ولد صغير، سكيرت بتاع بنت، تسأل how short. دو دي how far، تبعد قد ايه، المكان ده يبعد قد ايه. دو يوان، دو يوان يبقى بتبعد قد ايه، قد ايه يبعد المكان ده. فدو ممكن استخدمها مع كذا صفة زي طول او طويل، جاو شورت قصير، دي فار بعيد، يوان يبعد قد ايه، قصير قد ايه، طويل قد ايه. تمام، دي طرق مختلفة للأسئلة بستخدم فيها دو مع صفات مختلفة برضو زي جاو طويل، دي قصير، يوان بعيد. لما يجي أسأل بقى عن عمر طفل صغير، طفل أقل من 10 سنين، مش بستخدم دو دا، بستخدم دي سواي. دي سواي بمعنى عندك كم سنة، عندك كم سنة يا حبيبي، عندك كم سنة. دي كام، سواي سنة، فهي بالحرفي كام سنة. ني دي سواي، ني دي سواي، وهو بيجاوب برضو بطريقة طبيعية و ليو سواي، و ليو سواي، عندي 6 سنين. يبقى لما باجي بسأل حد طبيعي أدلت بسأل دو دا، بسأل حد صغير في السن أقل من 10 سنين بسأل دي سواي، بسأل حد كبير في السن أكبر من 60 سنة بقول دو دا سوي شو، دو دا سوي شو، دو دا سوي شو. تمام، خليكوا فاكرين عشان ده مهم جدا. اليانسي بتاعنا زي ما انتوا شايفين بيقولك تخيل ان انت عندك 30 سنة، فمن فضلك اسأل الشخصيات دي بالطريقة الصح. هسيبكم كده دقيقة تفكروا وايه قبل ما اقولكوا الاجابات. يلا بسرعة، معانا طفل صغير واضح ان هو اقل من 10 سنين، حد في سن العشرينات التلاتينات، واحد بلس 60. نفكر. اوكي، فاول واحد طفل اقل من 10 سنين، فطبعا هسأله ني دي سواي، ني دي سواي. تاني صورة آخر عشرينات تلاتينات، يبقى هسأل تمام ني دو دا، ني دو دا، ني دو دا. آخر صورة معايا حد في عمر 60 وما فوق، يبقى هسأل ني دو دا سوي شو، ني دو دا سوي شو. تمام جدا، يبقى أول حد عندي هيبقى ني دي سواي، تاني صورة ني دو دا، تالت صورة ني دو دا سوي شو. question 2، الصورة اللي بعدها مطلوب منكم تستخدموا تا للمذكر أو تا للمؤنث عشان تقولوا كم عمر الشخصية اللي قدامكم، و
وزي ما قلت لكم مش مطلوب منكم ابدا دلوقتي تكتبوا الارقام بالصيني، بس هتحطوا الرقم. يلا بينا. اول صوره طبعا هقول يستخدم تا للمذكر، وهحط الايج 63، وبعدين هقول سواي. تمام، تا ليوشسان سواي او تا 63 سواي. الصوره اللي بعدها عنده 29 سنة، هستخدم تا للمذكر وهقول تا أرشر ديو سواي، أو هقول تا 29 سواي. تالت صورة عندها 27، يبقى هستخدم تا للمؤنث وهقول تا أرشر تي سواي، أو تا 27 سواي. تمام، يبقى لو طفل صغير دي سواي، حد في منتصف العمر عادي سنه صغير سنه في النص أدلت دو دا، حد كبير دو دا سويشو. وبعدين لما بيجي أقول السن بقول تا والرقم سواي، تا الرقم سواي، تا الرقم سواي، تا مذكر لأول صورتين، تا مؤنث لتالت صورة. هنا عندي اختيارات، يا اما هتستخدموا this way او do da. خلينا نقول مع بعض اول sentence. هنا هتلاقوا ال sentences بالرموز وهنا بالبنين، هنا بالرموز وهنا بالبنين. اول جملة ماي ماي دين يان، يعني السنة دي دين يان دي سوي لا ولا دو دا لا، ولا ممكن احطها في اخر الجملة بس كمقطع صوتي عشان اقول ني دو دا لا، بس مقطع صوتي مش اكتر، لكن هو ما يدلش على اي حاجة في الجملة. ماي ماي زي ما احنا عارفين ان هي الاخت الصغيرة، وهي الاجابة كانت ان هي عندها 5 سنين، يستخدم مظبوط دي سواي. في اللي بعدها ماما دي سواي ولا دو دا، وطبعا الإجابة إن ماما عندها 38 سنة. تمام مظبوط، يبقى استخدم دو دا. لاوشا المعلم بتاعك، استخدم دي سواي ولا دو دا، المعلم عنده 50 سنة. تمام هستخدم دو دا. طب لو المعلم عنده 60 يبقى دو دا سوي شو. تمام جدا. ني دين يان انت السنة دي عندك دي سويلا ولا دو دا لا، وعندك 14 سنة. تمام دو دا لا دو دا دو دا. دين يان يعني هذه السنة، نيان يعني سنة، دين يعني الحاضرة سنة السنة دي. يبقى لما يكون عندي حد من أول سنة لغاية 9 سنين أو لغاية 10 سنين بقول دي سواي، من 10 لغاية 59 بقول دو دا، من 60 وطالع بقول سوي شو. دو دا سوي شو، أنا أسف، ني دو دا سوي شو، طبعا هيبقى نين ساعتها، نين دو دا سوي شو. اوكي زي ما احنا متعودين في كل مره باخد كلمات او عبارات جديده استخدمها في حياتي اليوميه، مع ان انا عارفه مرحبا واسمك ايه وعندك كم سنه دلوقتي، ولما بسال عن افراد الاسره لما بقول صباح الخير تصبح على خير، بقول الى اللقاء. خلينا نشوف لو عايزه اقول طريقه تانية الى اللقاء. حد مثلا انت بتشوفه كل يوم في الجامعة او بتشوفها كل يوم في الشغل، فبدل ما اقول الى اللقاء انا طبعا عارف ان هشوفه بكرة، فبقول له اراك غدا، زي ما ممكن بالانجليش see you tomorrow. بالصيني هي ايه بقى؟ من تيان ديان، من تيان ديان.
من تيان يعني tomorrow غدا، ديان يعني أراك أشوفك، مش إحنا اللقاء هي زاي ديان، زاي ديان نفس الكلام، ديان يعني أراك، في من تيان ديان يعني أراك غدا. يبقى أنا ممكن أنهي الحوار بتاعي بتزاي ديان إلى اللقاء، أو من تيان ديان أراك غدا، أو لو هو آخر اليوم مثلا هقوله تصبح على خير هقوله إيه؟ تمام مظبوط، وان آن، وان آن، تمام جدا. لو حد قدامي عنده امتحان واتكلمت وسألت وعرفت وبعدين بقى ايه خلاص عايزة اتمنى له حظ سعيد، فأقوله جوني خاو يوان، جوني خاو يوان، جوني يعني اتمنى لك، جو اتمنى، ني لك، وجوني اتمنى لك، خاو جيد، يوان 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 ليا حظ، حظ سعيد، حظ جيد، جوني خاو يوان، جوني خاو يوان يعني أتمنى لك حظ سعيد، good luck. يبقى لما أحب أقول لحد أشوفك بكرة see you tomorrow أراك غدا بقول له من تيان ديان، من تيان ديان see you tomorrow. لما أحب أقول لحد حظ سعيد أتمنى لك حظ سعيد جوني خاو يوان، جوني خاو يوان. كنا خدنا قبل كده في الكلمات والعبارات الجديدة كلمة زي زعشان خاو بمعنى صباح الخير، كلمة زي خوان ين ين، خوان ين ني بمعنى مرحبا بك، كلمة زي إلى اللقاء تادين، كلمة زي لما أحب أعتذر بقول إيه ريبوتي ورد عليها ميجوانسي لا بأس، أو لحب محب أشكر حد بقوله شياشيا، وممكن يرد علي يقولي بوشيا زي لدعي الشكر، أو بوكوتي برضو مفيش داعي للشكر. تمام، يبقى أنا خدت إزاي أعتذر لحد، إزاي أشكر، ازاي ارحب بيه، ازاي اقوله صباح الخير، ازاي اقوله تصبح على خير، ازاي اقوله الى اللقاء، ازاي اقوله اشوفك بكره، ازاي اتمنى حظ سعيد اللي قدامي. كل ده يكون عندي conversations كامله وطويله ومحادثه كامله متكامله مع حد صيني. اهم حاجه عندي تذكروا كل حاجه اول باول، وكل حاجه تبقى بالكتابه، ده افضل طبعا، انت طالب جامعي فلما تبقى عارف كل حاجة قراية وكتابة ده مهم جدا جدا. خلينا نشوف اليانشي بتاعنا عبر عن الصور التالية. عندي صورة بتقول good luck، فبالتالي المفروض احط ايه في النقط. طبعا احنا دايما بنحل زي ما قلنا بنحل اليانشي بعد المذاكرة، فهقول هنا في النقط جوني خاوان، جوني خاو يوان زي هنا بالظبط، جو ني خاو يوان اتمنى لك حظ سعيد. شوف الصورة التانية، حد بيودع حد. طبعا لو في الامتحان جالك الصورة دي فانت عندك طريقتين للإجابة، يا اما هتقول زي ديان ساعتها مش هقدر خالص اغلطك، او عشان احنا النهارده طبعا واخدين الجملة التانية بتاعت اراك غدا، فهنا مطلوب منك تقول من تيان ديان، من تيان ديان زي هنا بالظبط، من تيان ديان، من تيان ديان أراك غدا، من تيان ديان. يبقى أتمنى لحد حظ سعيد بقوله جوني خاو يوان، جوني خاو يوان. لما أودع حد هشوفه بكرة بقوله من تيان ديان، من تيان ديان. زي ما احنا متعودين في اخر المحاضرة بلاقي البيبرز دي عشان اتمرن على الكتابة بتاعت الرموز، مهم جدا 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 اخد بالي انهي خط بيبتدي الاول، وده بعرفه طبعا من الخط الاسود الغامق،
لو بتفتحوها على موبايل، لو بتطبعوها، لازم كويس جدا اخد بالي الخط الغامق فين، انهي واحد الاول. في ضاع مثلا هنا اللي بمعنى كبير، الخط اللي في النص هو الاول، بعد كده من فوق للشمال، بعد كده الخط الثالث. فالضاع متكونة من 3 خطوط، 3 خطوط، 3 strokes. الخط اللي في النص، بعد كده من فوق للشمال، وبعد كده الخط الثالث. بعد كده عندي شوي، وبرضه مهم جدا اخد بالي ترتيب الرمز ازاي. زي ما احنا عارفين ان الرمز عندي بكتبه من فوق لتحت، من الشمال لليمين. اخد بالي كويس جدا من الخط الغامق، هو ده اللي انا ببتدي منه. شوي تاني شو، انا عارفة ان هو مش رمز سهل، بس لما تعملوه كذا مرة وتدربوا عليه هيبقى سهل جدا وتحفظوه بسهولة. بعد كده هنيجي للأرقام، مهم جدا أعرف الأرقام. طبعا إيه زي ما شايفين هي سهلة جدا جدا جدا، هي إيه بس كده، خط واحد من الشمال لليمين. طبعا R عندي خط من الشمال لليمين، طبعا هعمل اللي فوق الأول، بعد كده اللي تحت زي ما احنا قايلين، من فوق لتحت من الشمال لليمين. San نفس الكلام. S بعمل خط الشمال، بعد كده ده خط واحد عامل زي حرف ال مقلوب كده، بعد كده بملى البوكس، وبعد كده بقفل. دايما خليكوا عارفين ان انا لما بكتب في الرموز الصينية بملى من جوه، بحط كل حاجة جوه، بعدين بقفل البوكس بتاعي. ورقم 5 برضو بتدي من فوق لتحت من الشمال لليمين. ليو 6 بعمل اللي فوق، بعد كده الخط، بعد كده النقطتين اللي تحته. تي رقم 7 سهل جدا. با 8 هو شبه رقم 8 بالعربي، بس ايه من غير ما نقفله يعني. ديو 9 ده خط والتاني خط على بعضه، يعني هي واحدة كده وبعدين التانية على بعضها، يعني هما خطين، 2 strokes في الرقم 9 ديو. ش 10 هي من الشمال لليمين، وبعد كده من فوق لتحت، من الشمال لليمين ومن فوق لتحت. تمام، مهم جدا اعرف الارقام عشان ان شاء الله المره الجايه لما ابتدي اخد ازاي بقى بحط الارقام على بعضها عشان اعرف احسب حاجه على بعضها، او اقول 21 26 32 اقولها ازاي. فاحفظ الارقام كلها الاول كويس عشان ان شاء الله المره الجايه نعرف نقول الارقام مع بعض على بعضها. اخر حاجه عندنا هنا هو تفسير موجز لتقاطع الصين. زي ما احنا عارفين في كل اخر محاضره باخد حاجه صغيره كده general information او معلومات عامه عن الدوله او البلد اللي انا بدرس اللغه بتاعتها. عندنا فيلسوف صيني مشهور جدا اسمه كونفوشيوس، وده اللي متسمي على اسمه المعهد، معهد كونفوشيوس اللي في القاهره. هو أول فيلسوف صيني يفلح في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي، وفلسفته قائمة على أن تكون هناك حكومة تخدم الشعب تطبيقا لمثل أخلاقي أعلى. وأثرت تعاليمه بعمق على الحياة والفكر في الصين واليابان وكوريا وفيتنام، ولقب بنبي الصين. بمنتهى البساطة لازم أبقى عارفة أو عارف مين هو أول فيلسوف صيني عمل إقامة في مذهب، إقامة مذهب، أقام بمذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي، ومين هو اللقب بنبي الصين. هو كونفوشيوس. تمام، أوكي يا سنة أولى، يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة بالمحاضرة. النهاردة محاضرة مهمة جدا، مهمة أوي أوي أعرف أنا بكلم أنهي فئة عمرية عشان أعرف أستخدم أنهي طريقة سؤال أسأل بيها.
بكده انا قدرت اكون conversation او لغة حوار كاملة، اقدر اتكلم بتاع يعني 10 دقايق ربع ساعة مع حد صيني من غير ما لقلق، من غير ما اقطع، من غير اي حاجة. اتمنى لكم حظ سعيد وان شاء الله اشوفكم على خير. زعديان.